بمناسبه الكلام برضو عن اللاعب شريف عثمان لاعب المنتخب الوطني في رفع الاثقال اللي نجح مؤخرا في الحصول على الميداليه الفضيه خلال منافسات رفع الاثقال وزن 59 كيلو جرام في دوره الالعاب البارالمبيه، عايزين نقول لكم ان الشريف عثمان الى جانب طبعا يعني ايه ان هو بيشارك كلاعب، هو كمان بيخوض انتخابات لجنه شؤون اللاعبين باللجنه البارالمبيه الدوليه للمره الثانيه على التوالي. شريف فعليا بيحظى بشعبيه كبيره جدا عند جميع اللاعبين البارالمبيين مش بس المصريين، على المستوى العالمي، وسبق واعلن انه يعني فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الاداري في الالعاب البارالمبيه وليس مجال التدريب زي ما بيعمل اغلب اللاعبين بمجرد اعتزالهم اللعب. تعالوا نشوف ونتابع مع حضراتكم تصريحات كابتن شريف عثمان بعد ما فاز بالميداليه الفضيه ونرجع نكمل كلام. انا عايز اقول الحمد لله الاول على الحصول على الميداليه الفضه، وبجد انا مش عارف اشكر مين ولا مين من كتر الناس اللي ساعدتني والناس اللي دعت لي. انا بجد فرحان ومبسوط. انا عاوز اعلم عشان ما خدتش ذهب، وانتوا اكيد شفتوا يعني انا قد ايه كنت زعلان عشان ما خدتش ذهب، بس بقول لكم ان انا الحمد لله كنت مصاب وكان المفروض ان انا مش هشارك، ده كان تحدي كبير، بس ربنا كرمني الحمد لله وشاركت وعملت ميداليه فضه. عشان كده كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان رعايته بذوي الاحتياجات الخاصه، كل الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الاخ والصديق والوزير وحاجات كتيره جدا مش عارف اقول ايه بصراحه، كل الشكر لمجلس اداره اللجنه البارالمبيه المصريه برئاسه الدكتوره حياه خطاب، كل الشكر لكل الناس اللي ساعدتني ودعمتني ودعت لي. انا بجد بشكركم من كل قلبي واستنوني ان شاء الله في باريس 2024. دكتور سامح سالم طبعا بشكره شكر خاص جدا جدا جدا، يا رب يشوف الفيديو ده، لو قعدت اتكلم عنه 3 سنين مش هوفي حقه، عضو مجلس اداره والسيد رئيس اللجنه الطبيه. انا كان عندي قطع في العضله الصدريه بمساحه 4 سنتيمتر، دكتور سامح تولى علاجي واذن لي ان انا ارجع العب يوم 15/7 تحديدا، 15/7 يعني كان باقي بالظبط 4 اسابيع على اقامه الدوره البارالمبيه طوكيو 2020. تحدي كبير وكان المفروض فعلا ان انا مشارك، مفيش حد بيتمرن 4 اسابيع ويروح يلعب دوره اولمبيه، ولكن كرم ربنا كان اكبر واوسع مما تخيلنا. الحمد لله رب العالمين، النهارده انا موجود في طوكيو وشاركت وعملت ميداليه فضه، كل الشكر لكل الناس اللي ساعدتني ودعمتني ودعت لي، انا بشكركم من كل قلبي. دي بعض التصريحات لسه.